أستاذ عبد الله، ودي تعطينا فكرة في البداية عن تأهيلك الدراسي وكيف اخترت هذا التخصص وكيف كانت مسيرتك؟ طبعاً أنا متخصص في الكمبيوتر ساينس أو علوم الحاسب، أحمل شهادة ماجستير في هذا التخصص. الحقيقة اختياري للتخصص هذا كان مبني على شغف بالحاسب الآلي من أيام الدراسة المتوسطة والثانوية. فبعد التخرج مباشرة كنت مقرر وجازم على التخصص هذا، ولله الحمد مؤمن أن القرار هذا كان قرار موفق، والآن نرى نتائجه وثمراته ولله الحمد. ما شاء الله، أنتم متخصصين في، يعني في الشركة اللي أنشأتوها متخصصين في الدعم اللوجستي، يعني كلمني شوي عن مشروعكم. احنا الشركة اللي عندنا هي شركة دوك لخدمات التوصيل، هي فعليا شركة متخصصة في عمليات التوصيل، بالانجليزي يسمونها last mile delivery. احيانا اولا نتكلم عن المشكلة الموجودة عندنا هي في البنية التحتية في العمليات اللوجستية. المملكة العربية السعودية كهب أو كقلب يربط قارات، يجب أنها تكون من أقوى الدول في العمليات اللوجستية، ولله الحمد هناك جوانب قوة كبيرة جدا في البلد، لكنها ينقصها بعض الأشياء، منها عمليات التوصيل الأخيرة اللي يعني إن صح التعبير إلى باب العميل إن صح التعبير، فيه ضعف في هذا الجانب. فهنا جت شركة دوك حتى تحل المشكلة هذه وحتى تبني البنية التحتية للبلد في هذا المجال. على مستوى الاقتصاد الكلي، كيف تشوف البنية التحتية للأعمال أو للشركات المقدمة للخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، وانت زي ما تفضلت بأنها نقطة التقاء ومنطقة حيوية؟ سمو الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه لما تكلم عن الاقتصادات، اقتصاد المملكة بشكل عام، تكلم عن ثلاث قطاعات أساسية، أحدها القطاع اللوجستي نظرا لأهميته وبسبب أهمية موقع المملكة العربية السعودية. ولله الحمد القطاع اللوجستي قطاع حيوي جدا 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 في المملكة، وهناك شركات تغطي جوانب كبيرة من هذا القطاع. نحن ذراع لوجستي للشركات الكبيرة اللوجستية أيضا، نحن نعمل جنبا إلى جنب حتى نرفع من مستوى الخدمة لسكان المملكة العربية السعودية من مواطنين وأيضا من مقيمين. على المستوى الاقتصادي، كيف شركة دوك تساهم في العملية هذه؟ كلنا نعلم أن قطاع التجارة الإلكترونية هو القطاع الأسرع نمواً في المملكة وفي الشرق الأوسط بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص. حتى ينمو القطاع هذا بشكل صحي يجب أن يرافق خدمات لوجستية عالية الجودة. من أهم الخدمات اللوجستية عالية الجودة ليس فقط الشحن وإنما الوصول إلى باب العميل، هذا هو مستوى تحسين الخدمة اللوجستية اللي احنا في شركة دوك نطمح للوصول له، ونكون ذراع ليس فقط لوجستي وأيضا اقتصادي داعم لهذا القطاع المتسارع في النمو. عندك مشروع تجاري سواء محل أو متجر إلكتروني وحاب توفر خدمة توصيل احترافية وسريعة لتساعدك في توسيع قاعدة عملائك؟ دوك تقدم حلول توصيل ذكية لأصحاب المتاجر والمحلات، خدمة الدفع عند الاستلام، إمكانية ربط متجرك بنظام دوك تلقائيا، متابعة حالة الطلب إلكترونيا، دقة في توقيت الاستلام والتسليم، وأسعار مناسبة لكل فئة. خدمة التوصيل مهمة والأهم أنها تكون ذكية وسريعة. دوك لخدمات التوصيل. ما هي الأهداف اللي تريدون تحقيقها في المستقبل للشركة والخطط اللي تنوون أنه تطبقونها في المستقبل؟ يعني أهداف الشركة الحقيقة حتى أكون صريح هي لا تنفصل عن أهداف الشخصية، وهي أن نكون أعضاء فاعلين في المجتمع، سواعد بناء
في البلد. شركة دوك كما ذكرت لك هي يعني في قطاع مهم جدا وحيوي وتحل مشكلة كبيرة جدا لا زالت أو لا زلنا في البلد نعاني منها. فهدفنا الأساسي في شركة دوك هو تحسين أو مستوى الخدمات اللوجستية داخل البلد، وهذا ينعكس بشكل أساسي على مستوى الخدمات المقدمة لسكان المملكة العربية السعودية. هذا هدف أساسي عندنا في شركة دوك لخدمات التوصيل. أيضا من الأهداف الضمنية عندنا في الشركة هو تمكين الأعمال. كثير من الأعمال الآن بدأت وفشلت لأسباب كثيرة، من أهم الأسباب هذه هي المشاكل اللوجستية اللي تواجهها تلك الأعمال. أقولها بكل فخر أننا دعمنا الكثير من المتاجر الإلكترونية، والأهم من هذا أن دعمنا الكثير من الأسر المنتجة. لما نقول الأسر المنتجة احنا نتكلم عن أمهاتنا، نتكلم عن أخواتنا، كثير منهم شريحة عريضة، أيضا شريحة عريضة جدا وغالية وعزيزة علينا الحقيقة، وأساسية في 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 المجتمع. فبناء الاقتصاد بشكل عام قائم على عدة أمور أساسية، من ضمنها عندنا في البلد هو الدخل المباشر لهذه الشريحة. كثير منهم فشل بسبب العمليات اللوجستية كانت غير مؤهلة بشكل جيد، فعانوا وعانوا وعانوا. لما جت شركة دوك ولله الحمد كسبت شريحة عريضة منهم، واستطعنا أن ندعمهم. كيف ندعمهم؟ بأن نمكنهم من العمل، نمكنهم من البيع والوصول إلى العملاء، وهذا أمر ترى ما يستهان فيه. ليش؟ لأنه دورة وحركة اقتصادية وأيضا مالية إن صح التعبير في العمل. ما هي أبرز يعني الصعوبات التي واجهتكم في بداية تأسيس المشروع وحتى الآن وأنتم في مرحلة التشغيل؟ حقيقة أبرز في كل عمل هناك مصاعب، يعني نتفق على هذا الأمر. في شركة دوك تحديدا الجميل في الموضوع أنه وفي نفس الوقت يعني السلبي في الموضوع أنه كان الأمر جديد، فبالتالي لم يكن هناك ناس سبقونا نتعلم منهم، فاضطرينا أننا يعني نبتكر طرق وأساليب تسهل العملية حتى تكون العملية اللوجستية عندنا بشكل سلس. كان التحدي الأكبر لدينا هو أننا نستخدم التقنية الذكية في عملياتنا. نجحنا وحققنا تقدم كبير في هذا الأمر، لذلك خدمتنا الآن تحسنت بشكل كبير جدا جدا جدا، بل وأصبحت الآن أقدر أنا أسميها خدمة مميزة. استطعنا أن نخدم جميع الشرائح الأساسية، شريحة التجارة الإلكترونية بشكل أساسي، شريحة المحلات التجارية، وأيضا شريحة الأسر المنتجة، لأن كل قطاع أو كل شريحة من الشرائح هذه عندها احتياجات مختلفة وأيضا مشاكل مختلفة. طيب الفترة الحالية برزت العديد من المشاريع التجارية للشباب السعوديين تعتمد بشكل أساسي على التقنية، هل تتوقع أنه المستقبل حتبدأ تنخفض مثلا المشاريع التقليدية؟ فعليا التقنية هي ثورة الحقيقة، وهي الآن أصبحت عنصر أساسي في كل المجالات حتى في حياتنا الشخصية، لا نستطيع ننفك عن التقنية. أنا باعتقادي أن الأعمال التقليدية إن لم تتدارك وتبدأ بتفعيل الجانب التقني فيها فستجد نفسها في الخلف الحقيقة. لماذا؟ لأن التقنية ستسهل عليهم الوصول للناس، ستسهل عليهم النمو، ستسهل عليهم أشياء كثيرة جدا حتى على المستوى الإداري. من أهم الأشياء داخل كل منشأة هو رفع كفاءة الموظفين. لن تستطيع رفع كفاءة الموظفين لتحقيق أعلى نسب سواء في النمو أو في الإيرادات أو في الإدارة أو في استخدام المصادر اللي عندك بشكل أمثل إلا باستخدام التقنية. فبالتالي إجابة على سؤالك، التقنية أصبحت عامل مساعد وأساسي، بل التقنية
ستغير من شكل الوظائف وشكل وطبيعة الوظائف الموجودة حاليا، ستندثر كثير من الوظائف وستخلق أيضا كثير من الوظائف وتفي تخصصات جديدة قد لم نسمع بها حتى الآن. أولا أنا تشرفت بمعرفة الأستاذ عبد الله السعدي منذ أكثر من سنة تقريبا، يجمعنا عدة نقاط مشتركة في الحوار وفي النقاش وفي أيضا ريادة الأعمال. حقيقة استفدت أولا من خبراتي في مجال ريادة الأعمال في مواضيع عدة، من أهمها اللي دور ريادة الأعمال في مجال التقنية، وسررت كثيرا بمبادرته في شركة دوك للتوصيل. وحقيقة تجربتي مع الأستاذ عبد الله أكثر من تجربة، على المستوى الشخصي أنا أعرفه يتمتع بدمثة خلق، بمهارة في التواصل، في استيعاب سريع للمعلومة، محاولة تبسيط الجانب التقني وردم الفراغ اللي غالبا يعاني منه رواد الأعمال في تحويل أفكارهم إلى منتج تقني أو استخدام التقنية لخدمة أفكارهم. حقيقة الداعمين الأساسيين الذين يقفون خلف عبد الله هم ثلاثة: الوالد رحمة الله عليه، والوالدة، وأيضا زوجتي. إن رجعنا قليلا فنتكلم عن الوالد. الوالد كان من جيل الكفاح رحمه الله، علمنا الجد وعلمنا الاجتهاد وعلمنا أيضا قيمة العمل والمثابرة. أيضا الوالدة ملهمة ومجددة للطاقة وباعثة أيضا للأمل والتفاؤل من خلال دعواتها عند دخول البيت وأيضا الخروج من البيت، لا تفارق أسماعنا تلك الدعوات، وكما ذكرت هي مجددة للأمل والتفاؤل. أيضا زوجتي، وكان الدعم الأساسي يعني بالتشجيع المعنوي وأيضا بتخفيف إن صح التعبير الأعباء المنزلية، لأنه مثل هذه الأعمال تتطلب الكثير من الالتزام في المكتب والالتزام في الأعمال والخروج أيضا متواصل من البيت. فشكرا لأبي رحمه الله، وشكرا لأمي، وأيضا شكرا لزوجتي.